السلام الله عليكم احبتي متابعي قناه ناسيه قناه تفسير اصدار تفسير احلام. مرحبا بكم واتمنى ان تكونوا بالف الف خير. طبعا الذين يشاهدون لاول مره ادعوكم الى انضمام الى قناتكم هذه وتفعيل خاصيه الجرس حتى يصلنا لكم التواصل باشعارات الفيديوهات التي ننشرها كل يوم تقريبا، وكذلك حلقات البث المباشر التي نبرمجها بنفسه والاخرى. رمز اليوم هو رمز البول او التبول اكرمكم الله. فوجود هذا الرمز في أحلامك قد يكون له دلالات متعددة جدا، فلو بحثت مثلا في كتب التفسير أو في الأنترنت سوف تجد بأن هذا الرمز قد يفسر بالزواج، قد يفسر بالحمل، قد يفسر بالنسل، يعني الأولاد، قد يفسر كذلك بالكسب، قد يفسر كذلك بالإنفاق، يعني قد يفسر كذلك ببعض الحالة التي يكون على الإنسان، يعني راحة، فرج، تعب، قلق، مرض، ما إلى ذلك من الحالات المتعددة. طبعا الباحث يعني عن تفسير حلمه قد يحتار أي الرموز أو أي المعاني يختارها ويأخذها لحلمه. طبعا نعلم بأنه تفسير الأحلام وكذا كل حلم له خصوصية وكل حلم له تفسير محدد، بينما الرموز يكون لها يعني معاني ودلالات يعني محددة سلفا، بينما الحلم يمكن أن يأخذ يعني معاني ودلالات في بعض الأحيان قد تكون مختلفة عن معنى الرمز الذي يعني فسرته. إذن فمن هذا المنطلق نحاول أن نبين لكم بعض الحالات التي ممكن أن تستعينوا بها في تفسير أحلامكم. فمثلا ما سيكون التبول أعزكم الله راحة وفرج وزوال عندما يكون في موضعه، عندما ترى كأنك في المنام تتبول في المكان المخصص له ويكون البول يعني كثيرا أو قليلا، هذا يدل على راحة، على فرج، على زوال الهم، على يعني مرور أو تجاوز مرحلة يعني كانت مقلقة بالنسبة لك. ما سيكون يعني التبول في المنام كسبا ومكسبا عندما ترى كأنك تتبول في إناء، في تسطين، في آنية، في كدر، في أي شيء أنك تتبول فيه، فربما قد يدل هذا على رزق أو مكسب لك إن شاء الله تعالى. متى يكون كذلك التبول يدل على حمل عندما تراك أنك تتبول على زوجتك أو تتبول في فراشك، فربما قد يدل هذا على حمل الزوجة إن شاء الله تعالى. يدل كذلك التبول على الذرية وعلى الأبناء، يعني عندما تراك أنك تتبول مثلا في الأماكن المقدسة. مثلا فهناك رواية مشهورة لمروان بن الحكم رأى أنه يتبول يعني في المحراب في المسجد، فقص رؤياه على سعد بن المسيب، وسعد بن المسيب هذا يعني رضي الله عنه من التابعين وكذلك من عظماء تعبير الرؤى، فقال له ان سيكون من نسلك الخلفاء. اذا فربما اذا رايتك انك تتبول على كتاب، على مصحف، على في محراب في مسجد، فربما قد يكون لك ابناء صلحاء علماء يعني لهم مكانة في مجتمع كذلك إذا رأيتك أن الناس يمسحون وجوههم ببولك، فربما قد يكون من نسلك كذلك أبناء يعني لهم كلمة يستشارون ولهم يعني مكانة في المجتمع. هذا من ناحية. كذلك متى يكون التبول في المنام يدل على الزواج؟ إذا ما رأيتك أنك تتبول في منطقة معروفة، فوق سطح بيت، في حي معروف، في بلدة معروفة ليست بلدتك، فربما قد يدل هذا على أنك سوف تصير وسوف تتزوج من تلك المنطقة. كذلك إذا رأيتك أنك كأن بولك يعني اختلط مع بول شخص آخر، فربما قد يدل على المصاهرة بينكم، ربما قد إذا كنت أعزبا سوف قد تتزوج من ابنته أو من أخته، أو أنك ستكون بينكما مصاهرات. إن هذه الحالات ربما قد تكون يعني حالة عامة، طبعا نقول دائما يعني الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يفسر لك حلمك بالتدقيق هو أنت، أنت أدرى بحالتك، أنت أعزب متزوج، فيما تفكر يعني أوضاعك المادية، أوضاعك المعيشية، يعني حالتك النفسية، كل هذا قد يعطيك يعني بعض من الإشارات إلى أنك تحدد أي هذه الدلالات وأي هذه التفسير يعني تنطبق عليك. طبعا دائما نقول كل هذا
يعني التفاسير كلها هي مبنيه على الظن، دائما نقول على الميول الله سبحانه وتعالى في كل هذا. حالات اخرى عديده لوجود هذا الرمز في منامك، عندما انك تتبول مثلا حيوانا او نارا او ترابا او ما الى ذلك، كل هذه التفاسير سوف تجدونها طبعا في اما في 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 موقع تفسير الازهر كذلك او في الوصف اسفله. طبعا دائما نقول احلامكم هي كذلك تكون تحمل بعض الرموز والدلالات التي لم يسبق لنا ان تفرغنا اليها من قبل، ونحاول دائما ان نجتهد في تعبيرها وتفسيرها. اتمنى ان اكون قد وفقت في افادتكم. تحياتي لكم جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.